لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، فئة اسم تكن وله الخبر لم تكن له فئة، يبقى أصل الجملة له فئة و يعني نفى الله عز وجل أن تكون له فئة. وينصرونه في موضع الصفة أي فئة ناصرة، ويجوز أن يكون ينصرونه الخبر ويبقى الفئة هي الاسم تكن هو مبتدأ. والوجه الأول عند سيبويه أولى لأنه قد تقدم له وأبو العباس يخالفه، احتج بقول الله ولم يكن له كفوا أحد، وقد أجاز سيبويه الآخر وينصرونه على معنى فئة لأن معناها أقوام. ولو كان على اللفظ لقال ولم تكن له فئة تنصره، إن فئة مؤنث فيبقى دول تنصره، الفئة تفعل، لكن لما ضمنه معنى الأقوام صار المعنى له فئة، لم تكن له فئة أقوام ينصرونه أي فرقة وجماعة يلتجئ إليهم وما كان منتصرا أي ممتنعا. تسمى الفئة، يسمى الجند فئة وتسمى العشيرة فئة. قال أي ما كان منتصرا أي ممتنعا، قاله قتادة، وقيل مستردا بدل ما ذهب منه. أي لم تكن له عشيرة يمنعونه من عذاب الله، وضل عنه من افتخر بهم من الخدم والولد. وهذا يدل على أن من أراده الله عز وجل بعذاب أو بهلاك فلا يمنعه أحد ولا ينتصر له أحد، ولا هو منتصر بنفسه ولا له فئة ينصرونه. فإذا أراد الله بقوم أو بأحد من خلقه هلاكا أو عذابا
لم يقف لأمره أحد. وهذا الأمر لا بد أن يستحضره العبد في كل ظالم تكبر وطغى وتجبر، فإن له موعد عند الله عز وجل، فإن له موعدا عند الله عز وجل يستأصل ما لديه مما ظلم به عباد الله سبحانه، أو ظلم نفسه بالشرك والمعاصي، فيأخذه الله عز وجل في الوقت الذي أراد، فلا ينصره أحد ولا يمتنع هو بنفسه مما أراده الله عز وجل من عقوبة. وقوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. اختلف العلماء في العامل في قوله هنالك، وهو ظرف، فقيل العامل فيه ولم تكن له فئة، أي ولا كان هنالك، أي ما نصر ولا انتصر هنالك، يبقى كأنها متعلقة بما قبلها. فقيل العامل فيه ولم تكن له فئة هنالك، يعني عند إيه؟ يعني الإحاطة بجنته وعند نزول الهلاك بها. يقول: ولا كان هنالك، أي ما نصر ولا انتصر هنالك، أي لما أصابه من العذاب. وقيل تم الكلام عند قوله منتصرا، والعامل في قوله هنالك الولاية، تقديره على التقديم والتأخير، الولاية لله الحق هنالك، أي في القيامة وإن لم يجري ذكرها. وقرأ أبو عمرو الكسائي: هنالك الولاية لله الحق. وقرأ أهل المدينة وحمزة لله الحق، الله الحق، يعني هنا لا، الولاية الحق لله، هنالك الولاية لله الحق. وقرأ أهل المدينة وحمزة: هنالك الولاية لله الحق، بالخفض نعتا لله عز وجل، والتقدير لله ذي الحق. قال الزجاج: ويجوز الحق بالنصب على المصدر والتوكيد. كما تقول: هذا لك حقا، يعني بالحق. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: هنالك الولاية، هنالك الولاية، هنالك الولاية لله الحق. وقرأ الباقون: الولاية، وهما بمعنى واحد كالرضاعة والرضاعة. وقيل الولاية بالفتح من المولاة، كقوله: الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وبالكسر الولاية، يعني السلطان والقدرة والإمارة. يعني الإمارة هنا بمعنى نفوذ الأمر، فالله وحده الذي أمره نافذ وسلطانه تام. والإمارة كقوله: والأمر يومئذ لله، ليست إمارة الناس على بعضهم، بل الإمارة أصلا من الأمر، فالأمر لله وحده، أي له الملك والحكم يومئذ، أي لا يرد أمره إلى أحد.
هي لا يرد أمره إلى أحد، والملك يوم في كل وقت لله، ولكن تزول الدعاوى والتوهمات يوم القيامة. والملك يومئذ لله، والولاية لله الحق، أو الولاية لله الحق. فكأن هنالك بمعنى يوم القيامة. قال أبو عبيد: إنها بفتح الواو للخالق وبكسرها للمخلوق، يعني الولاية هي لله بمعنى السلطان والأمر والحكم والقدرة، وأن له الأمر سبحانه وتعالى يأمر بما يشاء. والولاية لأشهر في استعمال المخلوق، هما في الحقيقة هما قراءتان مستفيضتان، وكل قد قرأ بكل منهما طائفة من القراء الولاية والولاية، والأقرب أنهما بمعنى واحد. والله عز وجل هو الذي يتولى جميع الأمور، وهو سبحانه وتعالى مولى الناس الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهو الذي يتولى جميع أمور العباد، والولاية له سبحانه وتعالى حقا، وما يتولاه الناس الله سبحانه وتعالى جعل الأمر لهم وهو يملكه، وليس أنهم يملكون دون أمره، بل الأمر له عز وجل أثناء ملكهم وأمرهم وبعده وقبله. هو خير ثوابا، أي الله خير ثوابا في الدنيا والآخرة لمن آمن به، وليس ثم خير يرجى هي مكتوبة خطأ، هي غير فعلا، إن هذا لو كانت خير وليس ثم خير يرجى من غيره، ولكن هو مش كاتب غيره، فيبقى ليس ثم غير يرجى منه، لكنه أراد في ظن الجهال أي هو خير من يرجى. هذه أفعال التفضيل في هذا الموطن ليست على وجهها، ما فيش مقارنة أصلا، وما فيش خير يرجى من غيره. الله عز وجل خير ثوابا، أي هو الذي يثيب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ولكن كثير من الناس يظنون جهلا منهم أنه يمكن ثواب من غيره، فكان بيان أن الله خير ثوابا ولا يستطيع غيره أن يثيب أحد إلا إذا أذن الله له، لأن الولاية لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فلا يستطيع أحد أن يكون مثيبا لغيره إلا بأمر الله الملك الذي له السلطان سبحانه وتعالى، أن يمكن فلان إلى أن يتم أمره، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر بعد أن أعطى فلانا وجعله قادرا على أن يثيب أو أن يعطي جزاء،
أن يمنعه في اللحظة الأخيرة فلا يتمكن مما كان يظن أنه يتمكن منه. قال: أي هو خير من يرجى وخير عقبى؟ قرأ عاصم والأعمش وحمزة ويحيى عقبى ساكنة القاف، والباقون عقبى، وهما بمعنى واحد من خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. يقال: هذا عاقبة أمر فلان، وعقباه وعقبه أي آخره، هو خير ثوابا وخير عقبا. فالله عز وجل الذي يثيب من شاء من عباده المؤمنين بما شاء، وهو سبحانه وتعالى يعود بالعاقبة الحسنة على عباده المؤمنين، هو عز وجل يجعلهم في خير حال وخير عاقبة. هذه الآيات الكريمة في أن النصر من الله، والحفظ من الله، وتولي الأمور من الله، وعاقبة الأمور بيده، والثواب بيده، وهذا كله في التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالملك والسلطان والنصرة والولاية والثواب والعاقبة. فإذا كان الأمر كذلك ناسب أن يكون العبد منقطعا لله، مخلصا له، متوجها له، لا يرى غيره إلا مجرد سبب، ولا يظن أبدا أن أحدا له شرك مع الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مكن العباد بأشياء، وفي أشياء يمتحنهم بها، ينزعها عنهم متى شاء، كما نزع من صاحب الجنتين جنتيه في لحظة، ونزع من أصحاب الجنة الذين ذكرهم في سورة نون في ليلة. الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده. قال ابن كثير: فيه هنالك معنى آخر. قال: اختلف القراء هاهنا، فمنهم من يقف على قوله وما كان منتصرا هنالك، ولم تكن له فئة هنالك ينصرونه من دون الله، بس يجعل هنالك بمعنى في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له منه، ويبتدئ بقوله الولاية لله الحق. وعلى هذا فالأولى في هنالك على هذه على هذا الوجه في القراءة والمعنى أن يكون هنالك أي عند نزول العذاب به، وليس في الآخرة التي لم يجري لها ذكر، كما أشرنا إلى ذلك في تفسيرها. بدلا من أن يقال في الآخرة ولم يجر لها ذكر، يقصد بهنالك حال نزول العذاب بهذا الرجل. قال: ومنهم من يقف على وما كان منتصرا، ويبتدئ بقوله هنالك الولاية لله الحق، هنالك السلطان
يبقى يعني معنى أن الولاية لله الحق أقرب أن تكون في الآخرة على مثل قوله تعالى: والأمر يومئذ لله والملك له سبحانه وتعالى له الملك، كما في قوله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيكون الإشارة إلى هنالك من يعني أنه إشارة إلى اليوم الذي لا يكون فيه ولاية لأحد ولا سلطان لأحد، ومعلوم أن هذا يوم القيامة، والله أعلم. ها؟ يوم أن أتاه العذاب أقرب. حتى ولو وقفنا على رأس الآية، ولكن المعنى يكون مرتبطا بما سبق. ثم قال ابن كثير: الولاية، الولاية بفتح الواو، يكون المعنى الموالاة لله، أي هنالك كل أحد من مؤمن وكافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب، كقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله إخبارا عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال: ومنهم من كسر الواو من الولاية. يبقى المعنى الأولاني كل أحد يرجع إليه، يعني هو الذي يتولى أمرهم. وأما معنى الولاية أي هنالك الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية، كقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عز وجل، كقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ولهذا قال: هو خير ثوابا أي جزاء، وخير عقبا أي الأعمال التي تكون لله ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير، أفعال الله عز وجل. القصة عظيمة الدلالة على أن الحكم لله والأمر لله والسلطان والقدرة لله، وهو الذي يتولى أمر عباده جميعا مؤمنهم وكافرهم، ولا شريك له سبحانه وتعالى في حكمه عليهم وفي قدرته عز وجل. وهو سبحانه الذي يثيب عباده المؤمنين أحسن الإثابة، وهو عز وجل الذي يجعل عاقبة أهل الخير إلى خير عاقبة، والله أعلى وأعلم. وقوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال القرطبي رحمه الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا
أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي بالماء، اختلط نبات الأرض بالماء، كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، لأن الماء دخل في النبات حتى استوى. وقيل إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء، لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر. وقالت الحكماء إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر، الفضول الزائد يعني، الدنيا إذا اتسعت تضر، والكفاف قدر الحاجة. ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى. ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفاتها. ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أكون من الفائزين. قال: ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد، فإن القليل منها يكفي والكثير منها يطغي. ضعيف وإن كان معناه صحيحا. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. حديث صحيح حسن. صحيح رواه مسلم. رواه مسلم. فأصبح أي النبات هشيما أي متكسرا من اليبس متفتتا، يعني بانقطاع الماء عنه، فحذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه. وليس فقط بانقطاع الماء، بل هو في الحقيقة كل نبات لا بد أن يصل إلى الإيه؟ إلى اليبس، وأن يكون هشيما مهما كان، يمر عليه وقت اكتماله والجفاف حتى ولو في ماء يظل كذلك إلى أن يصبح هشيما. والهشيم من النبات، يقول: والهشم كسر الشيء اليابس. والهشيم من النبات اليابس المتكسر، والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء، إنها متكسرة فسهلة إليه أن تكسر فتؤخذ وقودا. ومن قولهم: ما فلان إلا هشيمة كرم. إذا كان سمحا، يعني إيه؟ يعني كرم متكسر، ها؟
كرم. ورجل هشيم ضعيف اليد ضعيف البدن، وتهشم عليه فلان إذا تعطف، واهتشم ما في ضرع الناقة إذا احتلبه، ويقال هشم الثريد، ومنه سمي هاشم ابن عبد مناف واسمه عمرو، اللي هو ينسب إليه بنو هاشم. ومنه وفيه يقول عبد الله ابن الزبعرى عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجافه. وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنون، ذهبنا بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة، وهاشم ذلك الخبز يعني كسره وترده، ونحر تلك الإبل، ثم أمر الطهاة فطبخوا، ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع أهل مكة. فكان ذلك أول الحباء بعد السنة التي أصابتهم، فسمي بذلك هاشما. عندكم الحباء ولا حاجة تانية؟ الحباء برضو. تذروه الرياح أي تفرقه، قاله أبو عبيدة، وقال ابن قتيبة تنسفه، قال ابن كيسان تذهب به وتجيء، عبارات بنفس المعنى، قال ابن عباس تديره، المعنى متقارب. وقرأ طلحة المصرف تذريه الرياح خلاف رسم المصحف. قال الكسائي وفي قراءة عبد الله تذريه الرياح، يقال ذرته الريح، تذروه ذروا وتذريه ذريا، وأذرته في قراءة عبد الله تذريه الرياح، يقال ذرته الريح تذروه إذا طارت به. وحكى الفراء أذريت الرجل عن فرسي إذا خلبته. وأنشد سيبويه والفراء فقلت له صوب ولا صوب ولا تجهدن، فيذرك من أخرى القطات فتزلق. فكان الله على كل شيء مقتدرا من الإنشاء والإفناء والإحياء سبحانه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.